من هنا بدأت القصة، أنه أكو نظام كان يحكم العراق، وهذا النظام كان غير مأمون الجانب، وأدى إلى أنه هذا النظام يهدد السلم والأمن الدوليين، وقام بالفعل باحتلال دولة معترف بها وفق القانون الدولي وفق الأمم المتحدة اللي هي دولة الكويت، وبالتالي وضع العراق تحت الرقابة، وحتى وقعت فيما بعد في عام 1995 ما عرف بمذكرة التفاهم والنفط مقابل غذاء، بما معناه لا تسلم الأموال إلى النظام السابق. الفساد بدأ من هاي صحيح. ويقول لك أنه ممكن إحنا هسه نقدم شكاوى دولية للحصول على حقوقنا، باعتبار أنه بعثة الأمم المتحدة متهمة بالكثير من ملفات الفساد. سما نقول فساد، خلينا نقول شبهات فساد. طبعا ما بعد عام 2003 شكلت لجنة في تلك الفترة للبحث في أنه كان نظام صدام يعطي كوميشنات ويعطي عمولات إلى بعض الموظفين وبعض المتعاملين، وبما فيهم حتى ضباط ضمن الأسطول أعتقد السادس، كانوا يهربون النفط العراقي في تلك الفترة بسبب العقوبات اللي كانت مفروضة على نظام صدام. يعني التحقيقات توصلت، وحتى أنه اتهم في حينها ابن الأمين العام للأمم المتحدة أنه كان كوفي عنان المتورط في هذه القضية، لكن أغلقت وذهبت أدراج الرياح لأن كان مساس فيها لشخصيات ضالعة وكبيرة في ودبلوماسية في الأمم المتحدة وحتى خارج الأمم المتحدة. القصة مالتنا بعد عام 2003 كانت قصة مختلفة مع الأمم المتحدة، أنه كان أكو شيء اسمه احتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وكان السيادة أو الحكومة أو الدولة تقريبا انتهت أو أسقطت، وبالتالي لا يوجد هناك أحد يدير شؤون البلاد، فبالتالي كان لابد أن تكون هناك بعثة في الأمم المتحدة توازن، نعم، أو توازي تواجد قوات محتلة بموجب القرار 1583.